نظرا لاننا في نهايه السنه الماليه 2014 والعديد من الشركات والمؤسسات والمحلات التجاريه والعملاء الذين يستخدمون نظام يمنشفت المتكامل تقوم بعمليه الاقفال السنوي لذلك سابدا بتوضيح خطوات واجراءات عمل الاقفال السنوي ومن ثم نقل الأرصدة سواء المخزنية أو أرصدة الحسابات وكذلك فتح السنة المالية الجديدة 2015 بشكل توضيحي ومبسط وتوضيح بعض الاستفسارات والأسئلة المرتبطة بعملية الإقفالات السنوية وفتح سنة جديدة 2015 من أهم الإجراءات الواجب عليك اتباعها قبل البدء بعمليات الإقفال أولا أن يتم ترحيل جميع العمليات التي تم تنفيذها خلال السنة المالية فمثلا في حالة كان هناك قيد تحت الانتظار أو سنة صرف أو قبض معلق أو فاتورات مبيعات معلقة فلابد أولا أن يتم حل سبب هذا التعليق ومن ثم ترحيل تلك الفاتورة أو ذلك القيد أو ذلك السند وبعد ذلك يتم عمل الإقفالات الشهرية كذلك بعد أن يتم ترحيل جميع العمليات الموضوع الخاص بالجرد هناك طريقتان للجرد بعض الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية تقوم بالجرد في نهاية السنة المالية وبعض الشركات والمؤسسات تقوم بنقل الرصيد الموجود في النظام الى السنه الجديده وتقوم بعمليه الجرد في السنه الجديده 2015 اما طريقه الجرد فهي طريقه سهله جدا ما عليك الا الدخول الى اداره المخزون الذهاب الى قائمه الجرد ثم تبدا بطباعه اسماء الاصناف من خلال قوائم الجرد نقوم بادخال المجموعات التي نريد طباعة أسماء الأصناف الخاص بها ثم نحدد المخزن ثم نقوم بعملية طباعة نلاحظ تظهر القائمة الخاصة بالجذب بالشكل الظاهر أمامكم رقم الصنف اسم الصنف المخزن ثم المكان الفارغ أو الخالي يتم من خلاله إدخال كميه الجرد الفعليه التي تم جردها في المخازن، طبعا هذه المجموعه الاولى، اما المجموعه الثانيه بنفس الطريقه، المجموعه الثالثه، المجموعه الرابعه. بعد طباعه قائمه الجرد بالشكل الظاهر امامكم، تقوم لجنه الجرد او الشخص المختص بعمليه الجرد بالذهاب الى المخازن ويبدا بجرد الاصناف بشكل صحيح ودقيق وادخال الكميات في هذا الحقل في حقل كميات الجرد. بعد الانتهاء من عمليه جرد الاصناف وجرد الكميات بشكل صحيح ودقيق. يتم التوقيع من قبل الشخص المسؤول عن الجرد او لجنه الجرد. ثم يتم نقل واعطاء هذه المعلومات الخاصه بعمليات الجرد الى المحاسب او الشخص المسؤول عن عمليه الجرد في الشركه. فيقوم بإدخال الجرد اليدوي أي الجرد الفعلي ومقارنته مع الجرد أو الكمية الأصناف الموجودة في النظام فيتم إدخال الجرد اليدوي يتم مثلا اختيار المجموعة الأولى ثم تحديد المخزن ثم الضغط على زر بحث نلاحظ نزول الأصناف إذا ما أردنا إنزال جميع المجموعات نختار من المجموعة الأولى إلى المجموعة الأخيرة مثلاً. ثم نلاحظ نزول جميع الأصناف. إذاً اسم الصنف الكمية الظاهرة أمامكم هي الكمية الموجودة فعلاً في النظام. أما الجرد فيتم إدخال الجرد اليدوي أو الفعلي الذي تم في عملية الجرد. فمثلاً عصير سيزر الكمية المتوفرة في المخازن مثلاً. خمسمائة وثلاثين أي أن هناك عجز عشر حبات أو عشرة كراتين عصير الربيع مئة واثنين واربعين مطابق عصير الربيع حليب الربيع كذلك مئتين وسبعة وعشرين كذلك مطابق حليب هناء مطابق دقيق السنابل مئة وعشرين أي أن هناك عجز أربعة أكياس دقيق البركة مطابق رز مزه مطابق مثلا رز بزمتي مثلا مطابق بعد عمليه ادخال الكميات الخاصه بالجرد الفعليه ومقارنتها بالكميات الموجوده في النظام نقوم بالضغط على زر الحفظ ثم الخروج والذهاب الى تقارير الزائد والناقص ونقوم باختيار المجموعة ثم نحدد مثلا خيار ناقص الجرد ونحدد المخزن ثم نقوم بعمليه طباعه نلاحظ ظهور الكميات الموجوده في المخزن كميه الجرد ثم ناقص الجرد نلاحظ ظهور ناقص الجرد او العجز بعد ذلك يتم تقديم هذا التقرير الى المدير المالي الى رئيس الحسابات او الى صاحب الشركه ثم بعد ذلك يتم عمل المعالجه المحاسبيه والتسويه الخاصه بعمليه العجز بناء على سياسه الشركه فالبعض يعتبر ان العجز مثلا مسموح به في مثل هذه الحاله يتم تحميل حساب في جانب المصروفات تسمى الزياده والعجز في المخزون والبعض الاخر يحمل بعض الاصناف الشخص المسؤول عن عمليات المخازن في مثل هذه الحاله يتم تحميل ذلك الشخص ويتم استخدام إما شاشة في العمليات شاشة تسوية المخزون وإدخال الحساب المتأثر إذا كان مثلاً حساب أو عجز طبيعي مسموح به يتم في هنا في رقم الحساب إدخال حساب يسمى تسوية المخزون أو الزيادة والعجز في المخزون حساب تسوية المخزون أو العجز والزيادة في المخزون ثم نحدد نوع التسوية كمية طريقة عرض البيانات يدوي ثم نقوم بإدخال الصنف الذي فيه العجز عصير سيزر أو حالي حسب الصنف الموجود في عمليات العجز نقوم بإدخاله من البحث من خلال الاسم سيزر نبحث على الصنف الذي به العجز المسموح بالسيزار من خلال الاسم ثم نضغط على F9 نقوم باختياره ثم نتحرك بزر التاب أو بالماوس ونختار المخزن واحد ثم نقوم بإدخال كمية العجز سالب عشرة ثم نوضح في البيان في أعلى الشاشة سبب هذا العجز مثلا عجز مسموح به وهكذا نقوم بكتابة البيان ثم نقوم بعملية الحفظ اما اذا كان العجز غير مسموح به او غير طبيعي فيتم تحميل الشخص المسؤول عن العجز ما علينا الا الضغط على زر اضافه وفي رقم الحساب يتم تحديد الشخص المسؤول الموظف مثلا نقوم باختيار امين المخازن او الموظف المسؤول عن عمليه العجز مثلا الموظف عبد الرقيب المغربي ثم نقوم بادخال الصنف الذي به العجز غير المسموح به البحث من خلال الاسم ربيع ثم اف تسعه مثلا حليب الربيع ثم نقوم بادخال المخزن وكميه العجز مثلا حبتين ثم نحدد في البيان عليكم عجز كرتونين حليب الربيع مثلا ثم نقوم بعمليات الحفظ يتساءل البعض هل بالامكان الاستغناء عن شاشه تسويه المخزون واستخدام اوامر الصرف المخزني في اثبات عمليات العجز الاجابه نعم تستطيع الاستغناء عن هذه الشاشه وعمل اوامر صرف في قائمه العمليات ويتم ادخال حساب الزائد والعجز في المخزون اذا كان مسموح به في جانب المصروفات او الشخص المسؤول عن عمليه العجز يتم ادخال الحساب حسابه ثم ادخال الكميات الان بعد قيامنا بعمليات تسويه المخزون اكرر مره اخرى واذكر مره اخرى انه يستطيع صاحب المؤسسه او الشركه او المحل التجاري نقل كميه المخزون الى السنه الجديده دون ان يقوم بعمليه الجرد يعني يستطيع ان يقوم بعمليه الجرد في السنه الجديده 2015 الان بعد قيامنا بهذه العمليات نقوم بترحيل التسويات مثلا الان بعد قيامي بعمل الاجراء الاول عمل الترحيلات لجميع العمليات وعمل التسويات المخزنيه واثبات العجز هنالك خطوة مهمة جدا هو أن يقوم مستخدم نظام المتكامل قبل البدء بعمليات الإقفالات بطباعة ميزان المراجعة وطباعة الميزانية العمومية وطباعة الأرباح والخسائر يتم الدخول إلى هذه التقارير المهمة من أجل عملية المقارنة فقط مع السنة الجديدة في بداية 1-1-2015 يتم مقارنة المبالغ والأرصدة الموجودة في الميزانية العمومية وميزان المراجعة مع الأرصدة الافتتاحية الموجودة في 1-1-2015 يتم الدخول إلى إدارة الحسابات تقارير موازين المراجعة نختار فرعي مثلا في تاريخ ثم نحدد ثم نقوم باختيار حركة الفترة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية ثم نقوم بعمل طباعة، يظهر ميزان المراجعة بشكل ظاهر أمامكم نقوم بنقل بطباعته كذلك نقوم بطباعة الميزانية العمومية بنفس الأسلوب فرعي في, في تري حتى نهاية 31 ثلاثين ثم نقوم بالطباعة ونقوم بنقل وطباعة هذه الميزان العمومية من أجل مقارنتها مع السنة الجديدة في واحد واحد كأرصدة الحسابات في واحد واحد ألفين وخمسة عشر كذلك نقوم بطباعات حساب الأرباح والخسائر بنفس الأسلوب فرعي في تاريخ تاريخ مثلا نهاية السنة ثم طباعة يظهر قائمة الأرباح والخسائر بشكل ظاهر أمامكم هنا يظهر الجانب المدد كمصروفات وهنا يظهر الجانب الدائن كإيرادات والفارق بينهم مثل ربح الآن بعض طباعة هذه التقارير المهمة من أجل أن تتم المقارنة مع الأرصدة والمبالغ التي نقلت إلى السنة الجديدة هناك إجراء عملي مهم عمل نسخة احتياطية للنظام قبل البدء بعمل نسخة احتياطية للنظام يتم الذهاب إلى جهاز الكمبيوتر الى القرص دي e, ويتم فتح مجلد اسمه مجلد النسخه الاحتياطيه على نحو التالي يتم الدخول الى جهاز الكمبيوتر مثلا القرص اي e او دي او اي قرص دي مثلا ونقوم فتح مجلد جديد او بالزر الايمن جديد ونسميه النسخه الاحتياطيه ثم نعود مرة أخرى إلى نظام ياما المتكامل يتم الدخول من أجل عمل نسخة احتياطية إدارة النظام صيانة النظام عمل نسخة احتياطية نختار القرص D ثم نبحث عن المجلد الذي تم فتحه قبل قليل النسخة الاحتياطية نقوم بعمل نسخة رقم نسخة احتياطية مثلا واحد ثم نقوم بوصف النسخة مثلا نسخة ونكتب حد التاريخ مثلا مساء ثم نقوم بالضغط على نسخ هل تريد عمل نسخة نعم تمت عملية النسخة بنجاح تفيد عملية النسخة من أجل استرجاع النسخة في حالة حدوث خطأ معين أو أردنا تعديل عملية معينة قبل بعد عملية الإقفالات الآن نوضح خطوات وإجراءات عمليات الاقفال. يتم الدخول الى اداره النظام. الاقفالات. الطريقه الرائعه والمناسبه جدا هو استخدام معالج الاقفال السنوي. إلا للدخول اليه. ثم نبدا باقفال الاشهر. نبدا باقفال اول شهر. اقفال. ثم الذي يليه. فعل الشهر الثاني الشهر الثالث والرابع وهكذا إلى أن يتم إقفال آخر شهر طبعا في حالة كانت هناك عمليات غير مرحلة لن نسمح النظام بعملية الإقفال إلا بعد الترحيل الشهر الأخير تم إقفال جميع الأشهر الآن ننتقل إلى الخطوة التالية ضغط على التالي هو فتح سنة جديدة تبدأ من شهر 1/2015 إلى شهر 12/2015 نقوم بالضغط على فتح سنة جديدة. سيتم فتح نعم. تم فتح سنة جديدة. الآن ننتقل إلى الخطوة التالية. التالي. يتم الآن إقفال حساب الأرباح والخسائر. يتم البحث عن الحساب الذي سوف يتم إقفال أرباح فيه نقوم بالبحث عنه من خلال الاسم مثلا أرباح أو من خلال الضغط على F9 واختيار حساب الأرباح والخسائر يظهر في جانب الخصوم الأرباح والخسائر للفترة نقوم باختياره الآن نقوم بعملية الإقفال تم إقفال الآن ننتقل إلى الخطوة التالية. الآن نقوم بنقل كميات الجرد. هناك خيارين، نقل كميات الجرد كرصيد افتتاحي للسنة الجديدة، أو نقل الكميات المتوفرة كرصيد افتتاحي للسنة الجديدة. نقل كميات الجرد كرصيد افتتاحي السنة الجديدة، الكميات التي قد تم جردها وإدخالها. في قائمة أو شاشة إدخال الجرد اليدوي أو نقل الكميات المتوفرة كرصيد افتتاحي لسنة جديدة، طبعاً هذه بعد عمليات التسوية، فنقوم باختيار هذا نقل الكميات المتوفرة كرصيد افتتاحي. قمنا بعملية الآن نقوم بنقل الحسابات التي نريد. تم نقل الكميات كرصيد افتتاح للسنة الجديدة واحد واحد الفين وخمسة عشر الآن نقوم بضغط على نقل رصيد المخازن ونقل رصيد الحسابات يتساءل البعض هل أستطيع تأخير نقل أرصدة الحسابات حتى تتم بعض التسويات نعم تستطيع ذلك تستطيع فقط نقل أرصدة المخازن والبدء بعملك في في واحد واحد 2015. ثم بعد أن تنتهي من جميع التسويات الخاصة بالحسابات تستطيع نقلها فيما بعد لكن الآن سنقوم بنقل على, على افتراض أننا قد قمنا بعمل جميع التسويات اللازمة نقوم بالتأشير عليها ثم عملية إقفال سيقوم النظام بتنفيذ نعم سيقوم النظام نعم وننتظر، ق... تم إقفال الحسابات، تم إقفال المخزني، نكون بهذا قد انتهينا من عملية شرح الإقفال السنوي، إذا ما خرجنا من المعالج، معالج الإقفال، وذهبنا إلى السنة الجديدة، وأدخلنا 2015، وذهبنا مثلاً إلى أرصدة الحسابات في إدارة الحسابات. القناه الاساسيه الارصده الافتتاحيه وقمنا بالضغط على او البحث نلاحظ ظهور الارصده الحسابات التي كانت في 31 12 2014 انتقلت الى السنه الجديده كارصده افتتاحيه نقوم الان بعمليه المقارنه بين هذه الارصده انتقلت فعلا وميزان المراجعه والميزان العموم التي تم طباعتها كذلك اذا ما ذهبنا الى اداره المخزون تقارير المخزون وقمنا بالضغط على المخزون الافتتاحي وإظهار التكاليف وتحديد مثلا المخزن وقمنا بالطباعة نلاحظ انتقال كميات الأصناف في المخزن رقم واحد إلى السنة الجديدة واحد واحد وخمسة عشر مع إظهار التكاليف الخاصة بها نقوم بطباعتها بطباعة آه كميات المتوفرة في واحد ثلاثين 2014 ومقارنتها مع الكمية التي انتقلت في واحد واحد ألفين نكون بهذا قد أوضحنا خطوات الإقفال السنوي والإجراءات الواجب اتباعها قبل عملية الإقفال السنوي للسنة الحالية 2014 والانتقال إلى السنة الجديدة 2015